وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة وفاء الشربتي، مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. بعد التحية دكتورة، ما هي النصائح التي تودين أن توجهينها للحد من انتشار فيروس كورونا؟ طبعا من أبرز النصائح اللي أحب أوجهها لجميع القاطنين والمواطنين في مملكة البحرين هو مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. يمكن هذه وضحناها من بداية الجائحة وللآن، اللي هو غسل اليدين بالماء والصابون، الحرص على تغطية الفم عند عند الانفعال. أيضا من الضروري لبس الكمام في المنشآت الصحية، لأن لبس الكمام في المنشآت الصحية إلزامي، أما في خارج المنشآت الصحية سواء كانت أماكن مفتوحة أو مغلقة فهو اختياري. لكن أحب أوضح أن بعض الأشخاص اللي يصابون بالفيروس يكون ما يظهر عليهم أي أعراض، وفي نفس الوقت يقدرون ينقلون المرض أو العدوى لغيرهم، فمن الضروري الالتزام بلبس الكمام عند التعامل مع الفئات الأكثر خطورة مثل كبار السن، الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة أو بضعف المناعة. من المهم أيضا أن الجميع يبادر إلى أكمال التطعيمات اللي أخذها، وأحب أشدد على الجرعة التنشيطية لأن له دور كبير في رفع الاستجابة المناعية وأيضا في التعامل مع المتحورات اللي قد تطرأ على الفيروس. أيضا نقطة جدا هامة هي المبادرة للفحص عند ظهور أي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس. أي شخص يظهر عليه هذه الأعراض من الضروري أنه يبادر بالفحص، وذلك من أجل التشخيص بصورة سريعة وبالتالي العزل بصورة سريعة، فيقل احتمالية نقل العدوى من مخالطين له. نعم، الدكتورة وفاء الشربتي مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.